لجان مجلس الشورى المتخصصة صانعة الدراسات والتوصيات والقرارات التي تصدر عن المجلس في المجالات التشريعية والرقابية والشأن الخارجي، وهي الجهاز الرئيس الذي يقف عليه المجلس فيما يناقشه من تقارير أداء الأجهزة الحكومية أو مشروعات الأنظمة الجديدة أو تعديل الأنظمة القائمة. يعيد مجلس الشورى تشكيل لجانه المتخصصة في بداية كل سنة شورية خلال كل دورة من أعماله، والممتدة لأربعة سنوات، يراعي في ذلك ما يستلهمه المجلس من توجهات ومنهج عمل في كل خطاب ملكي يلقى لافتتاح أعماله. نتائج عمل لجان المجلس المتخصصة مثمرة ومؤثرة عبر عقدها للاجتماعات الدورية لمناقشة التقارير السنوية عن عمل الأجهزة الحكومية، وتعد توصياتها النواة الأساسية لقرارات مجلس الشورى. في الدورة السابعة لأعمال المجلس بلغ عدد اجتماعات اللجان المتخصصة 1096 اجتماعاً. استضافت خلالها لجان المجلس المتخصصة 2508 مسؤولين بحثت معهم الموضوعات محل الدراسة. ناقشت اللجان المتخصصة خلال اجتماعاتها قرابة 425 تقريراً سنوياً، أنجزت في مختلف الاختصاصات ما يصل إلى 293 مشروعاً يتعلق باستحداث أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة. استعرضت خلال الأربع سنوات الماضية ما يصل إلى 402 من الاتفاقيات والمعاهدات البينية بين المملكة العربية السعودية والدول الصديقة والشقيقة في مختلف مجالات التعاون. لجان المجلس مصنع قرارات مجلس الشورى.